الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسابقة السادسة في كتاب خلاصة أحكام رمضان. احنا المرة اللي فاتت جاوبنا على السؤال ماذا نفعل في رمضان، وقلنا في رمضان هنقعد في المسجد بتاعنا هنتعلم كل يوم، لازم نتعلم زي الرسول كان بيتعلم من جبريل، وننفق في سبيل الله، نأخر السحور ونعجل الفطر، ندعي طوال اليوم مش قبل المغرب بس، نقوم رمضان كله حتى اليوم بتاع الإقامة العبادة الستة، نصلي مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، حتى تكتب لنا قيام ليلة كاملة. العبادة السابعة والأخيرة نستحضر عقوبة المفطرات، وقلنا اللي يفطر متعمد في رمضان بأكل بشرب بإجماع أي فطر متعمد، الراجل ده لازم يطلع الكفارة عشان ما يتعلقش. طب الكفارة دي عبارة عن كل يوم 60 مسكين، يدي كل مسكين 700 جرام رز، الـ60 يكونوا غير بعض. طب أنا فطرت يوم تاني ينفع نفس الـ60؟ أديهم كفارة يوم تاني، بس الكفارة اليوم الواحد 60 مسكين ما ينفعوش 59، ما ينفعش واحد يديله 60 يوم، لا لازم 60 مسكين. ده اللي احنا ماذا نفعل فيه في رمضان. طب يعني ده بقى الباب الثالث، ماذا نتجنب في رمضان؟ نتجنب ايه في رمضان؟ أول حاجة شهوة الطعام والشراب، تاني حاجة شهوة النساء، تالت حاجة شهوة المعاصي. يبقى بنتجنب 3 حاجات: شهوة الأكل والشرب، شهوة الجماع، شهوة المعاصي. طب واحد بقى كل وشرب متعمد في رمضان، نقول له عليك القضاء والكفارة، يقول مش هطلع، نقول له هتفضل مذلول في الدنيا، وأول ما تنزل القبر هتتعلق من على القبيك تتشاور لحد يوم القيامة، وهتيجي يوم الحساب هتبقى مع جنب المنافقين وعامل كبير اشد من السرقه والزنا وشرب الخمر، وهتخش النار وهتقول من بعثنا من مرقدي، وبراحتك ما تطلعش الكفاره. طب ايه الدليل ان الاكل والشرب عليهم كفاره اصلا؟ في بعض الناس يقول لك الجماعه بس، لا، كل من انتهك حرمه اليوم عليه كفاره، اكل وشرب او جماع. طب ايه الدليل؟ 4 ادله: نص، قياس، مفهوم مخالفة، سد ذريعة. نص، قياس، مفهوم مخالفة، سد ذريعة. ايه النص؟ ان واحد جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افطرت يا رسول الله، والنبي ما سألهوش افطرت بايه، فده اللي زادك على ان كل اللي فطر ليه نفس الحكم. طب الرسول قال له ايه؟ قال له اعتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعم 60 مسكينا. يبقى الحديث ده نص على ان كل من انتهك او فطر في رمضان عليه كفارة، لازم 42 كيلو رز، يا اما يصوم شهرين متتابعين ويقضي اليوم. طيب القياس، ربنا بيقول يدع شهوته وطعامه لاجله. واحد انتهك رمضان بشهوة والتاني انتهك بطعام، الاتنين نفس الحاجة. واحد قتل قتيل بمسدس والتاني قتله بسكينة، الاتنين اعدام. فعندنا الشهوة هتكت رمضان، والطعام هتك رمضان، يبقى الاثنين لهم نفس الكفارة. ده القياس الجلي، والقياس ده دليل شرعي بالإجماع. الدليل الثالث مفهوم المخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. اعكس، يبقى من أفطر في رمضان متعمدا فعليه القضاء والكفارة. تالت حاجة بقى سد الذريعة. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لواحد على مذهب الناس، المذهب الشافعي واحمد، ان الكفارة على الجماع فقط، بس لو انت اكلت وشربت معلكش جماع، هيقول طيب انا عاوز اجامع، فانا خايف من الكفارة. لا، انا اعمل ايه؟ انا اكل واشرب وبعد كده ادخل عمرتي واجامع، يبقى كده معلش كفارة. فانت كده فتحت له ذريعة انه يجامع برضه. امال سد الذريعة بقى تعمل ايه؟ تقول كل من انتهك حرمة يوم عليه قضاء وكفارة، يبقى انت كده سديت على الذريعة. طيب شهوة النساء، من جامع او استمنى وهو صائم يبقى عليه قضاء وكفارة. ايه الدليل؟ ان الرسول قال يدع شهوته وطعامه لاجل، والراجل اللي استمنى ده ما تركش الشهوة، ده عمل الشهوة بتاعته. فالاستمناء والجماع في رمضان زي بعض بالظبط. الجماع اجماعا بلا خلاف، الاستمناء في 3 ائمه: احمد ومالك وابو حنيفه، لكن الجماع ده ما فيش خلاف فيه خالص. طيب امور بقى مختلف فيها،
لو واحد نظر لامرأة وهنزل مذي نقول له لا، انت نظرت لزوجتك ونزلت مذي او اتكلمت مع زوجتك ونزلت مذي، ده مش شهوة، لان المذي بيخرج بدون احساس بالجنسية، وده ورسول الله يدع شهوته، وده مش شهوة. طب لو شفت واحدة بقى اجنبية والاجنبية دي اللي خدتك تمزي، او شفت فيلم، نقول لك اللي عملته ده حرام، وانت كده ضيعت اجر الصيام بتاعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعام وشراب. بس الصيام صحيح، مش هنقول لك الصيام، بس صيامك من غير اكل. طيب، واحد بس قبل زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتقول: كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإرابه. فيجوز تقبيل الزوجة والوضع إيده عليها من غير الاعتكاف، الاعتكاف ممنوع الكلام ده، لكن يقبل زوجته وحط إيده عليها بشرط أنه يأمن الإنزال، بشرط أنه يأمن إيه الإنزال. طب واحد بقى مسك إيد واحدة أجنبية وحط إيده على كتف واحدة أجنبية بحكم أنها طالبة عنده، ولا نقول له اللي عملته ده حرام وصيامك ضاع اجره، بس مش باطل، لان انت ما نزلتش منيه، التنزيل هو اللي بيبطل اليوم. طيب، قولوا قولي هذا واستغفر الله.